رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية. واليوم حلقة جديدة من برنامج تؤمر وتدلل. أكيد كل عام وانتم بألف خير، واكيد مكملين حلقاتنا وبرنامج تؤمر وتدلل، وعندنا رعايات وجوائز. إلك الموضوع يا مصطفى. رمضان الخير والعافية والبركة على كل شعبنا العراقي والأمة الإسلامية أجمع، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، صيام مقبول وإفطار شهي لكل إخواننا وأخواتنا الصائمين، ويا ربي إن شاء الله مثل ما هذه أمنيتي وأمنية هالة وأمنية كل العراقيين أنه تنزاح هذه الغمة عن شعبنا العراقي ويرجع بلدنا آمن وخالي من كل الفيروس، تحديدا فيروس كورونا. آمين وسلاماً يا رب العالمين على شعبنا العراقي. ومثل ما قلت لكم هذا انه برنامجنا تؤمر وتدلل، يعني تؤمرون وتدللون علينا، تخابرون تتصلون على ارقامنا الظاهره لكم في اسفل الشاشه، تظهر ارقامنا، اسئله علينا، المثل من هذا اليوم اكيد وياكم قصه والمثل، تشاركونا وتجاوبون على المثل المرتبط بهذه القصه، اسئله تخص القصه ركزوا ويانا، حقيقه ام خرافه. اما الدورق اليوم راح يكون بعيد شوي، بريست اليوم. اي اليوم الدورق بريست، نريدكم تفكرون تشاركون عن المثل وعن الحقيقه او الخرافه. بالضبط. برنامجنا هدايا مقدمه من مجموعه البطل الاولمبي للرياضه، كافه مستلزمات الرياضه راح تلقوها موجوده بيه، بالاضافه لهذا بيع جمله ومفرد كل مجموعات الرياضه الخاصه بالرجال والنساء كلها متوفره عندهم، وعندهم خدمه توصيل كافه محافظات العراق، بالاضافه لهذا عندهم فروع داخل بغداد والفروع يمك يا مصطفى. الفرع الاول اللي هو الفرع الرئيسي شارع الرشيد حافظ القاضي مقابل صيدليه الشموع، اما الفرع الثاني شارع الرشيد ايضا حافظ القاضي، الشارع المؤدي الى ساحه الوثبه، اما الفرع الثالث هو شارع فلسطين تقاطع مرطبات ناديه مقابل جسر المشات، والفرع الرابع قاعه رياضه جيم مختصه بالمراه ولياقه المراه، ايضا شارع فلسطين تقاطع ناديه، الفرع المؤدي للاقسام الداخليه، بالاضافه الى مندوبين موجودين ومتوفرين بكل انحاء محافظات عراقنا الحبيب. اكيد 100%. واكو شغله لازم نذكر بها المشاهدين، طبعا يا ربي الصحه والسلامه الكل العالم اجمع وجميع يعني الشعب العراقي اللي دا توصلنا الاخبار مفرحه، لانه اكو ناس ملتزمه بالحجر الصحي ومتخذه الاجراءات الوقائيه الصحيحه تجاه فيروس كورونا حتى نحاول نقلل من هذا الوباء ونقضي عليه. طبعا وصلتنا اخبار انه اكو 15 حاله في محافظه دهوك تم القضاء على فيروس كورونا وتشافوا هذول الناس، بالاضافه لهذا من فتره شفنا محافظه كربلاء ايضا احتفلوا انه هم هذه المحافظه خاليه من الفيروس، فيا رب الصحه والسلامه ويا رب كل محافظاتنا تخلى من الفيروس ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بلد أكيد. امن وخالي من كل الفيروسات، وامن وامان على كل شعبنا العراقي. آمين. خلونا نبلش بالقصه. القصة اليوم القصة أنا كلش حابتها وقريبة على مو قريبة على قصة، إنما الفكرة وال يعني الخلاصة مع القصة إحنا حكينا بها قبل فترة. هاي شغلة. الشغلة الثانية المثل أنا أريدكم تركزون به، ومثل ما ذكر مصطفى إنه إذا أنتوا ركزتوا بالمثل وما عرفتوا فممكن تصير موضوع إنه أنت بعدين راح تركز بالقصة راح تعرف تفاصيلها، راح نسألك عن أسئلة القصة من سياق هذه القصة، فخلونا نركز وخليكم مركزين حتى نسمع القصة من شهرزاد تؤمر وتدلل. أكيد 100%. كان يا مكان كان أكو رجال من أهل الله، وهذا الرجال خلينا نطلق عليه اسم أبو غريب. هذا أبو غريب كان داين واحد من معارفه فلوس، بس هذا اللي داينه فلوس انتظر يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع وما رجع له حقه، فأبو غريب ضاج ومل وقال راح الفلان اللي داينه فلوس، قال له يا ابن الناس رجع لي الفلوس اللي أنا انطيتك إياها. قال له والله ما عندي. اعتذر منه مره واثنين وثلاثه، ابو غريب طلعت روحه يريد حقه ويريد فلوسه. فابو غريب سوى، ابو غريب راح شال نفسه وراح للمحكمه وراح للقاضي، قال له يابا السلام عليكم السلام، انا مداين شخص فلوس وهذا الشخص ما يقبل يرجع لي فلوسي واريد ارفع عليه دعوه. كان يقول له مو مشكله. فسمع الشخص اللي مداين فلوس من ابو غريب بهاي السالفه فكلش ضاج،
ظل يفكر. فواحد من أصدقائه قال له هذا القاضي مرتشي، فأنت تقدر تروح له وتقنعه وتنطيه كم فلس وتقول له أنا أنطيك فلوس بس خلي القضية والحكم الصالحي، يعني أبو غايب ما ياخذ حقه ولا ياخذ فلوسه. صدق راح هذا اللي مدين فلوس من أبو غريب وراح للقاضي، قال له سلام، قال له عليكم السلام، قال له هيك وهيك السالفة وأني ما أريد أرجع الفلوس لأبو غريب، فشنو الحل؟ فقال له القاضي مو مشكلة، أنطيني فلوس وأني راح أخلي الحكم لصالحك، بس راح أتفق وياك اتفاق. كان يقول له وهو شنو هذا الاتفاق؟ قال له من تجيني للمحكمة وبيوم المرافعة مال الدعوة شنو اللي أسألك عليه؟ ما تنطق ولا كلمة غير بللم. حلو الحكي؟ حلو. كان يقول له ما يخالف، قال له ما تنطق ولا كلمة أبدا. كان يقول له أوكي. أجي يوم المرافعة راح أبو غريب حتى يأخذ حقه، وإجى المدعي عليه، قعدوا ويا القاضي. القاضي بلش يسأله هذا اللي طلبه أبو غريب فلوس، قال يا أبا أنت شنو اسمك؟ كان يقول له بللم. قال يا أبا أنت وين عايش؟ كان يقول له بللم. كان يقول له يا أبا أنت شقد عمرك؟ شقد له مصطفى؟ بللم بللم. فاللي صار هنا القاضي ضاج وسوى نفسه صار عصبي، وش قال له؟ قال له اطلع برا. واجا يحكي ويا ابو غريب، قال له هذا مجنون ومو صاحي، هذا مخبل، انت جايبه ومداينه فلوس فما لك حق وفلوسك ما ترجع لك، ورفعت الجلسه. تمام الحكي لهنا. مرت الايام، راح يوم اثنين ثلاثه، القاضي يريد فلوسه لانه حكم بالباطل هو طبعا. صح الفلان يا ابا تعال وين فلوسي؟ جاوبه الرجال، ظل ساكت ما جاوبه غير جواب واحد اللي هو كان يقول له بللم. فهنانة القاضي حكي جملة، وهاي الجملة صارت مثل، وهذا المثل صار كلش مشهور على الناس النصابة، يعني هنانة هو محتال واجا احتال على ناس محتالة، تخيل. يعني هو هنانة نقدر نقول احنا 56 واجا الواحد نصاب عليه 56. فهنا شنو اللي صار؟ صار مثل، وهذا المثل متداول وين ما يروح. يعني القاضي اللي الجمله اللي قالها اصبحت مثل بالضبط. اصبحت مثل. حلو. طبعا هذا المثل صار متداول وينطبق على هواي ناس محتاله تجي تحتال على الناس المحتاله. حلو. هم بيناتهم بعد. حلو. فاحنا نريد نعرف اكيد شنو هذا المثل وشنو تفاصيل هذا المثل. أكيد هذا الموضوع يمكم، وإذا ما عرفتوا المثل نقدر نسألكم أسئلة من القصة وأكيد راح تجاوبوها، أو اليوم الحقيقة والخرافة يم مصطفى، اليوم بعيدين عن الدورة. دورك اليوم راح اشتاق لك أنا. أرقامنا ظهر لكم في أسفل الشاشة مثل ما سمعت القصة اللي سردتها شهرزاد برنامج تبغون تدلل، فأنتوا اللي عليكم أنه تتصلون بينا وتعرفون شنو هذا المثل المرتبط بهذه القصة، وركزوا اكيد بالقصه تفاصيلها. حتى اللي جاوبنا على المثل بالتالي راح نسال المتصلين الباقيين عن تفاصيل هذه القصه، يعني بللم بللم بللم. شفت شلون بللم؟ ويانا اتصال بللم. يلا هذا يمهم بعد، خلاص خلينا نشوف منه راح يعرف. بللم بس السالفه كبيره ترى مال بللم والله. لا بللم اصلا بللم. ويانا اتصال. زين اوكي فقدنا الاتصال. هسه مصطفى اني اليوم القصه متشوقه لها، بس اعتقد يعني ما راح يعرفون المثل. لا انا متاكد راح يعرفوا، يعني اكيد اكو ناس راح تعرفه. يعني زين انت سامع بي؟ انا هسه سمعت القصه منك. زين ما ربطت على المثل على فكره، خلي اغششهم شوي. يعني تردين اني ربطت على المثل حتى اجاوب؟ اي ما ربطت اجاوب المثل يعني. لا 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 مو جاوب المثل، المثل يمك، بس خلي اغششكم شويه. مشاهدينا انتم عزيزين علي، واحنا البرنامج نقول انتم تامرون وتدللوا، انتم امر وتدلل. يلا. فاني ممكن اغششكم شويه انه المثل من ضمن الجمل اللي انا حكيتها. يعني كونوا جمل زين تحصلون على المثل وتحصلون على الجائزة وبللم وبللم. فأني ما أعرف يعني إذا رح يجاوبون رأسا، إذا رح يروحون على الحقيقة أو الخرافة، أو ممكن يروحون على الدورق. اليوم شو حضرنا بالدورق؟ والله عندي ولا يعني أنت خطب. يعني أنت البارحة أنا كمية الناس اللي دخلت علي بدأت تقول لي اللقب مالتك شنو. كمية الناس مو طبيعية. يعني تحياتي لي الاخ حيدر من المنصور البارحه، بعث لي مسج على الانستغرام. اي قال لي يعني من راح اتصل للبرنامج راح اسلم على ست هاله اقول لها شلون شلون تعبوسي.
واكو ناس تدز لي الرقم السري مال تليفوني يقولوا لي الباسورد ايش غيرتي؟ غيرته طبعا. اليوم عندنا ذكرى همينه لا كافي ونغير. احنا اليوم اصلا اتفقنا انه احنا ما نوصل يم يعني يم الدوره. زين شنو رايك هسه نروح بللم ناخذ اتصال يعني قصدك؟ يلا تاخرنا عليهم. نقول الو يا عذراء من بغداد. يا اهلا وسهلا بيك ورمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم. شلونك عين حبيبتي عادة؟ شلونك مصطفى؟ هلا بيك حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمكم الله يحفظكم. ويطول عمرك. الله يخليكم مسرورة سماع صوتكم. شكرا. احنا الاسعد بتواصلكم. حبيبتي انا مكفوفة بصر يعني اذا تقدرين على مود المثل ما اعرفه بس القصه ذا تريدين او اوكي 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 ناخذ من اسئله القصه ان شاء الله. زين الرجل المديون اللي كان هو ابو غايب يطلبه فلوس نصب بس على ابو غايب لو نصب على ابو غايب وعلى القاضي يعني القاضي وابو غايب يعني اثنيناتهم يعني ما نصب على واحد منهم بس لا نصب على ابو قاضي على القاضي وعلى ابو غايب. زين انت كنتي مركزه بالقصه هي مركزه اليوم الاسئله راسا واللي يطلب اسمه ابو غريب ابو غريب الامور طيبه. زين الجمله او الكلمه اللي صارت ممكن هي هاي الكلمه المشهوره هذه اللي صارت شنو هي؟ ما اعرفها ما هي هذه المفرده اللي ترددت وانا قلتها قبل شويه هم شنو من راح للقاضي والقاضي استجوبه ايش كان يقول له هو سوى نفسه انه هو بللم اي بالضبط بالضبط لا ما شاء الله كلش مركزه وانت جوابك صحيح والف الف مبروك عليك وانت كفيفه بصر لكن انت نور قلبك هذا على راسنا ويشرفنا اكيد اكيد مبروك لك يا عذراء مركزه كانت كلش في القصه وهي اول ما دخلت قالت اني اريد تسالوني عن تفاصيل القصه عن تفاصيل القصه زين بس احنا اليوم نريد المثل شدهم مدكم ليش هيك المعلومات ضعيفه انا اقول لك اللي حيخبرون يريدون كلهم مساله القصه خلاص خلاص مساله القصه هسه هسه نروح الحقيقه والخرافه لان القصه واضحه فنروح الحقيقه والخرافه ونروح يمك انا بعد ما لي علاقه راح تسالني الي سؤال انا شكو فيها راح يسالني الي يا مصطفى ناخذ اتصال لو اسال هاله ما بكيفك انت شو تقول ما ادري نقول الو ناخذ اتصال وبعدين راح تسالني اليوم راح يسالني الي ما ادري تنطيني جائزه ما تنطيني طبعا يلا ويا اتصال الو رمضان كريم فقدنا الاتصال اليوم شبكه مو زينه الظاهر الشبكه والانترنت اليوم الانترنت اسالني والله بس تعطيني جائزه اسالك منا اسالني منا يلا اوكي لحد ما تثبت الاتصالات يا الله يا ستار يا ربي هاي من الزينات اليوم اليوم الحلقه الي راح يستجوبني يقول ليش اي يتحرك دائما داير مدارش يتحرك دائما داير مدارش بس ما اشوفه الهوى من يقول انا اقول لك دي حرك شعري ها يعني هسه شنو تبين جائزه؟ هسه مو المفروض جاوبت اني اهم شيء انه تجاوزت مو المفروض جاوبت اني وش تردين هسه؟ طبعا اريد جائزه انا جائزتك يا عيني يعني احنا اليوم اكو مشكله ظاهر بشبكه الاتصالات وانتم تعرفون اصلا شبكه الاتصالات شبكه الانترنت رديئه بالعراق كلش بللم كلش بللم اي والله ويانا اتصال نقول الو فقدنا الاتصال ما اعرف شنو المشكله اليوم اكو مشكله بالاتصال نختم لا اسئله كاني يلا اليوم انا اسال اليوم 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 انا راح اسالك بس قبل ما اسالك انت اليوم نفسيتك مرتاحه انت الظهر فاطر يعني فاطر اكله قويه لا والله مو دسمه يعني صدر دجاج مشوي وبديتها مسلوقه ويانا اتصال انت عليك الله قيس. ويانا قيس يا اهلا وسهلا بك يا قيصر ورمضان كريم ويانا قيصر من دياله وتحياتنا اكيد لكل اهلنا بدياله يا اهلا وسهلا بك رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله الله اكرم يا رب الله اكرم على الجميع بس تسألونا بالتفاصيل القصة إن شاء الله خلصت تفاصيل القصة هي أصلاً إحنا محضرين بس ثلاث أسئلة وراحت الأول متصلة فأنت يم مصطفى شنو رأيك أسألك سؤال يم مصطفى يم مصطفى أنت اليوم إن شاء الله يلا ركز وياي راح أسألك سؤال عن عننا إحنا العراقيين
يقول لك ان شاء الله. يقول لك المواطن العراقي هو الشخص الوحيد بالعالم اللي عنده القدره انه يتريق طاقه، حقيقه ام خرافه؟ ولا خرافه شلون خرافه. ركز، المواطن العراقي هو الوحيد بالعالم اللي يقدر يتريق باكر الصبح. انت الصوتي روحي يجي، بس اريد اقول انا حقيقه. هسه انا اريد جواب نهائي، يا اما حقيقه يا اما خرافه. حقيقه حقيقه اقول، لان الصوت والله يروح ويجي، الصوت مو صافي صدق. زين انت تاكل باكر؟ الو 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 وياك. انت شلونك ويا الباكر؟ يعني والله الصوت يعني يروح يجي، يعني الصوت ما صافي يعني صدق. للاسف اليوم الاتصالات كلش. خلي اختصرها عليك، انت قلت حقيقه وانت اول فائز ويانا اليوم بالحلقه. ثاني فائز بلا لم والله بلا لم. الباكر اثر عليك. الف مبروك. يعني اليوم شبكه الاتصالات انا راح اتعب نفسيتي. تاكلين باكر؟ انا ايه والله؟ اي والله بالعافيه. انا البارحه دا اصرح واليوم دا اصرح وسالفه كبيره. لا هسه انا ايقنت انه انت عبوسي. عبوسي. يعني هسه فعلا انا تاكدت انه اليمي هو عبوسي. على فكره اقصد شغله خليني اقولها على موضوع انه عبوسي وهذه من يسالوني. الرجوله هي صفه، واكو حتى المراه نقدر عليها نقول اخت رجال او بميت رجال. دول وجهك تسلم. اكيد ويانا يعني اتصال. ويانا اتصال وفران من الانبار. حي الله كل اهلنا بالانبار. وفران مساء الخير. مساء النور. مساء النور. شلونكم؟ اهلا وسهلا. اثنيناتنا بخير طول ما انتم دائما ويانا. حبيبتي صحة والسلامة. الله اكرم. هالنور نورين الشاشة. شكرا. نور عيونكم يا غالية. سألوني. يلا نسألك. أول شيء قبل ما نسألك بالأسئلة مع الحقيقة والخرافة، اليوم شو فطرتوا؟ أهل الأنبار شو مسوين؟ لحم. شنو فطرتوا؟ علينا صوتك شوية. لحم. أي بالعافية. بعد شنو؟ أحمر. أي بعد استمري استمري استمري. والله ذبحتني بالشكل. ألف عافية. مصطفى دا تتأذى نفسيته من وراء هاي السالفة، انه احنا دا ناكل براحتنا وما دا يقدر ياكل. والله انا تنقهرت. تنقهرين علي؟ والله انا ما انقهر علي. من نيده. من نيده. سامعتكم يعني شر يعني قناة الرشيد. حبيبتي. كلام الصبيح والابراج كلها. حبيبتي شكرا لك. طيب. احنا نشرف. المهم الجائزة، المهم المشاركة وياكم. في دول عين. تسلمين. تسلمين حبيبتي. لا لا بس ركزي وياي، هذا السؤال كلش سهل. راح اسالك اياه اني وتقولي لي حقيقه ام خرافه. اني هم كنت محضره. اي اني هم محضرته. شوفي يعني مصطفى محضر ايش نفس السؤال. ماكو فرق ماكو فرق. تخيلي انا شلون ببالي هذا السؤال وهي هم ببالها هذا السؤال نفسه. راح تسالك اياه هذا. يلا ركزي وياي. الفلوس. فلوس. الفلوس. 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 اي الفلوس. اوكي. مصنوعه من الورق، حقيقة أم خرافة؟ لا طبعاً حقيقة. متأكدة الفلوس مصنوعة من ورق؟ ما أعرف مصطفى. مصطفى يقول لك الفلوس مصنوعة من مادة الورق. حقيقة. وبعض الناس يقولون مصنوعة من مادة القطن. زين منو؟ حقيقة لو خرافة أنه هي من الورق لو من القطن. من القطن. أريد تجاوبيني. حقيقة. حقيقة شنو؟ حقيقة منين مصنوعة؟ من الورق. ترى تغششها. لا ده هفي هذا ترى سبلت بوجهنا. غفران راح اسالك السؤال اخر مره. راح اسالك السؤال اخر مره، لا تركزين وياه ترى والله يمكن يكون ده غلطك. انا مالي علاقه. ماده من الورق. اوكي ركزي وياي. الفلوس مصنوعه من ماده الورق، حقيقه ام خرافه؟ لا من الورق حقيقه. جواب نهائي. شويه ركزي شويه ركزي. جواب نهائي يعني من الورق. من الورق. وللاسف لا لا
خلاص لا 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 عادي بعد خلاص قلت لك للأسف عني حتى ايدي وجعتني قلت لك للأسف جوابك خطأ لا لا لا. مصنوعة من مادة القطن مصطفى أصلا انطاك الجواب أنا غششتها انطاك الجواب بس أنت ما ركزتي يعني أنا غششتك أصلا شفتي شلون؟ يلا بس انت ايش قلتي اهم شيء المشاركه مو مهم الجائزه بس اتصلي بينا بالحلقات الجايه 100% راح تكونين فائزه ويانا للاسف يعني كان انا غششتها بالسؤال اصلا فهسه خلينا نقول لهم هاي المعلومه قوليها انه الفلوس ما مصنوعه من ماده الورق انما مصنوعه من ماده القطن هذه الحقيقه معلومه حلوه معلومه حلوه اكيد استفادوا منها انت سالتها اعطيتها الجواب اعطيتها الجواب اسا ولعل بس حاول يعني حاولنا بس ماءت بالفشل ما زبطت ما زبطت تمام ويانا اتصال اتصال هذا الاتصال لك خلاص انا بعد ما راح اسال وين رايحه ما رايحه موجوده الو اليوم شبكه كلش ضعيفه ويانا عدنان لا عدنان. الو عدنان الو السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم عليان وعليكم اجمعين شلونك عدنان الله يحفظك استاذ شلون الصحة؟ أنا الحمد لله بخير انتم شلونكم؟ منور نور عيونكم هذا يا غالي احكي لي شلون اجواء رمضان؟ شلون الفطور؟ والله الحمد لله خير من الله ايش فطرتوا اليوم؟ يعني خير من الله شوربة ايه دجاج شوي اي نانا ملعبي اي حلو ايه لان انا اكل الدجاج وتعرف ملاعب العيد وياك هي ملاعب العيد تخبل هاي الزلاطة والعصاير ايه الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر اسالك حقيقه ام خرافه اليوم الدورق عافية على صفحه لو تريد من الدورق لا حقيقه وخرافه يلا شوف اليوم ايه اليوم كلهم حقيقه ام خرافه يقول لك ركز وياي الدولفين يمتلك رئتين مثل الانسان ويتنفس من خلالها حقيقه ام خرافه اي نعم الدولفين عنده رئتين مثل الإنسان ويتنفس مثلنا؟ يعني أعتقد خرافة لا تقول لي أعتقد أعطيني جواب نهائي قل لي حقيقة أو خرافة لا ما عنده وشون يتنفس يموت؟ أبغى مساعدة منك مو سويت لك أساعدك أني؟ ها؟ عنده رئتين الدولفين مثل الإنسان ويتنفس حالة حالنا لا ما عنده جواب نهائي عدنان جواب نهائي أخليك باكر ما تفطر جواب نهائي أي عنده لا شوف هو لو عنده لو ما عنده هسه راح نخصمها أيه؟ عنده أو ما عنده يعني ساعدونا شوية يعني تدا شوفنا بالتلفزيون اعتقد ما عنده لا تشوف راسي صرت مثل لعبة الشمع ما عنده يعني ما عنده الدولفين بيش يتنفس ما ادري ما عنده ما عنده جواب نهائي اي ما عنده عدنان يا ربي اي قاعد اشوفك عدنان ما عنده اي ما عنده اي اوكي بيش يتنفس بيش يتنفس ذيله نعم عنده يعني هسه لو اقدر اطب لك من الكاميرا هيك شايف هسه عنده لو ما عنده عنده شوف لحظه مصطفى الحته دي لعبتي اهدأ لا اهدأ عدنان عنده رئتين لو ما عنده احنا نريد نفوزك عنده وانا هم عندي جائزه حتى كلها وعليت قلبي طلعت لي رئتين زايدات والله صار اليوم يعني هسه المسكين الدولفين شلون يتنفس؟ من ذيله لو كنت هنا خطيه طلع لها صار عندي اربع رئات ثاني من وراء اقول له عنده معود عنده واني هم اشرت له شايف هاي اي ما يا شبكة شبكة الاتصالات مأثرة علينا كلش ما أدري والله لا بس المفروض يركزون ويانا يعني المفروض اللي يتابعنا ويتصل بينا الحلو شنو؟ أنه هذه الفطرة اللي عند أهالينا العراقيين أقول عنده يقول عنده يعني هذه الفطرة الموجودة عند أهلنا العراقيين إحنا نحبها
احنا نحب هذه الروح اللي عندنا والتواضع اللي عندنا، فمن نضحك ونشاقة وياكم هو هذا هدفنا. اكيد وانا بارحة قلت انه اني وهالة ويعني كل القنوات بصورة عامة انه احنا طالعين على مودكم، انه تبقون انتم بالبيت حتى نرفه عنكم نغير لكم المود، فهذا هو هدفنا. والرئتين عندي تعبت. ايه انا صار عندي اربعة انطيق واحدة. ويانا اتصال باسل من الحلة. يا الف هلا بيك ورمضان كريم. ما لعبتش الحلة. اي ديرة هلي. قلل لي صوت التلفزيون. قلل لي صوت التلفزيون. طفي. جواتكم الصبر بي انا خالد. رمضان كريم. شلون؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلينا وعليكم. امين, آمين يا, رب. يا رب العالمين، عاد عليك بالصحة والسلامة والعافية. رحم الله والديك. شلونها معلوماتك العامة؟ علينا وعليك ان شاء الله. امين يا رب. امين. الأمة الإسلامية اجمع. أهلا بشخيك يا هلبي. شلونها معلوماتك العامة؟ بس صوت التلفزيون. شو صوتي؟ قلل لنا صوت التلفزيون اذا ممكن. اسمعنا من التليفون. المعلومات العامة؟ ايه معلومات مو معلومات. المعلومات العامة؟ المعلومات. خير من الله، خير من الله، خير. الله يجعلكم دائما بخير، بس قلل لي من صوت التلفزيون. رحم الله وجهك. شلون هالمعلومات؟ ما تمن. المعلومات شلونها؟ لا بخير بخير والسلامة يا حبيبي يا خي. جويدة مو؟ لا حبيب خير ان شاء الله. هي جويد وعدل. هسه اني اريد. يلا خلي هذا تسألك سؤال. هسه اني اريد. هسه اني اريد اسألك سؤال، اليوم ايش فاطرين؟ شلون؟ ايش فاطرين اليوم؟ ما سمعت. شنو اللي فاطرين اليوم؟ ايش فاطرين؟ اليوم فطورنا؟ ايه. والله شوربه وتشيبات وتشيب دجاج وسوي. ايه هو اني اريد. خير من الله. تمام. بما انه تشريب دجاج. خير من الله. الف عافيه. بما انه تشريب دجاج وانت. ويعافيكم ان شاء الله. بما انه تشريب دجاج وانت تحب الدجاج وما في اليوم دجاج، راح اسالك سؤال بهذا المحيط. لا 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 ظلميني، لا ظلميني، انا ما احب الدجاج. اغير السؤال. ما ادري ايش قد ما بس دجاج. أنا راح أسألك سؤال على الدجاج. ما أعرف الدجاج اليوم. أنا ساعدك. أمي يحبون الدجاج. أنا ساعدك. الدجاج ما لعبي ما عليه. يلا. والله ما عندي دجاج أنا. يقال. يقول إيش قول؟ لا لا مضر اليوم. بس يا هبي يحبوني. هسا أسألك سؤال على الدجاج اللي ما أسألك، فهمني. نعم. يلا سيد. يلا أسألك. يلا تمام. أسأليني جواب. يقال إن جلد الدجاج دسم ومليان دهون مضرة ويجب تجنب أكله. تعال أنا أقول لك. هذه حقيقة أم خرافة؟ إنه جلد الدجاج كله دهون ولازم الواحد ما يأكله. هذه حقيقة أم خرافة؟ شلون بلا أيدي ولا وزحمة؟ لا بعيوني تدلل. يقال إن جلد الدجاج. جلد الدجاج. الجلد. جلد الدجاج. الجلد مالته. الجلد مال الدجاج. الجلد مال الدجاج نعم. أي. أي. يقال إنه هذا دسم ومليان دهون مضرة بالصحة ويجب تجنب أكله. هذه حقيقة أم خرافة؟ صح، هي مضرة. صحيح. صح يعني؟ مضرة صحيح. يعني إنه هو لازم واحد يتجنب أكله؟ لا. الجلد مال الدجاج مضر صحيح. اي هسه انا اريدك تقولي انه هاي حقيقة ام خرافة؟ لا حقيقة هاي. متأكد؟ نعم. جواب نهائي؟ نعم متأكد نعم. 100%؟ اذا ابوه ما ياكله ليه مضر هو. يعني هسه انت الجلد 100%؟ هسه يأثر على هواي شغلات. انت ما تحب الجلد، انت ما تحب الدجاج، هسه راح تسوي عداوة بينك وبين الدجاج. لا ما احبه انا، بدي احكي شي واقع يعني، احكي شي عن غيري يعني. اي فايدة تسألك انه الجلد مال الدجاج يعني بيه دهون، هذه حقيقة لو خرافة؟ شلون؟ انت دا تشوفني؟ اشوفك نعم اشوفك. تقول لك انه الجلد مال الدجاج بيه دهون،
فلازم نبتعد عنه. هذه حقيقة لو خرافة؟ ما وضحت يعني ما وضحت سؤالك يعني ما زين. ركز وياي ركز وياي. جلد الدجاج زين ولا مو زين؟ شوف جاي تحرك بيدك بدي وطولك يعني بتشوف يعني تشوفني احرك بدي وتقول لي ما افتهمت سؤالك. جاي اشوفك بدي وطولك حبيبي طول لي عمرك. هسه حقيقة ام خرافة؟ شلون؟ حقيقة ام خرافة؟ زين ولا مو زين؟ الجلد؟ اي الجلد؟ اي لا مو زين. تأكد؟ مو زين متأكد نعم حقيقة مو زين. والله والله لحظة لحظة هسه انت هسه انت ناقضت نفسك قلت حقيقة. هسه ناخذ الحقيقة والله مو زين ده يحلف. هي والله بعد بعد انت خصمت الموضوع وللأسف جوابك خطأ. هذه خرافة وليست حقيقة لأنه جلد الدجاج يحتوي على أحماض تزيد من مستويات الكوليسترول بالتالي تكون مفيدة وهو مصدر كولاجين للجسم والجلد والعضلات والمفاصل. يعني مفيد الجلد مو مفيد. يعني أنا من أجيب الدجاجة المشوية أي أقشرها أول مرة أي. يلا بعدين وللأسف جوابك غلط. يعني والمشكلة يقول إذا أشوفك تأشر بيدك يعني إحنا دا نأشر لكم اليوم ودا نحاول دنحاول خلها هنا الفوز صدقيني هنا يا مصطفى بعد خلاص اي اتصال من الدورة والله الفوز هنا ابوك ممكن اثنين ثلاثة اي مشكلة يلا خلنا نشوف صباح يلا اخذ الاتصال. الو صباح رمضان كريم. الو الو وياك رمضان كريم صباح بعد قلبك هدوء قلبك سالم قلبك من كل شر شلون صحتك؟ اي حفظك الله اخبارك؟ رحم الله والديك. والديك منين تتصل بينا؟ شلون؟ منين تتصل بينا؟ منين انت؟ والله من الحله. على راسي اخذ الاتصال انا. حي الله كل هاي من الحله. تسمح لي اخذ انا الاتصال؟ انطلقي. بما ان هذا من الحله خليك وياي صباح خليك وياي. صباح انت متزوج؟ خليها صباح. يلا يلا يلا. قولي انت خليني انا صباح قولي انت متزوج؟ يلا ماشي براحتك يلا خليك يمي انت متزوج؟ يا عمي خليكي متزوج؟ اي نعم متزوج تمام نعم راح اسالك سؤال انت اكيد بما انه انت متزوج حتسالك سؤال متزوج بالضبط انا راح اسالك سؤال بما انه انت متزوج معناها اكيد انت يعني تعرف اطباع المراه وتعرف تفاصيل المراه فخليك وياي وركز. نعم ماشي. يقال انه المراه تحتاج 45 ثانيه فقط لتحديد ما اذا كانت ستكمل حياتها مع هذا الشخص ام تتركه. يعني المراه تحتاج بس 45 ثانيه حتى تقرر مصيرها اذا ترتبط بهذا الشخص او تعوفه. حقيقه ام خرافه؟ لا مو خرافة المرة حقها هواي يعني معناها نعم. المرة معناها المرة رأسا تأخذ قرار نعم المرة حقها هواي صحيح يعني صحيح اي نعم يعني معناها المرة تتناقض بس تأخذ قرار 45 ثانية يعني معناها 45 ثانية كفيلة انه هي تغير مصير حياتها لا وين اخيتي ها عيني المرة حقها هواي نفس الوقت بس المرة ايه؟ حجتها هواي ايش بيها المرة؟ حججها هواي حقها هواي اي حججها هواي تتحجج هواي اي حتقول لي حجج هواي نعم حقها هواي نعم يعني حقها هواي تتحجج وتتذمر بس المرة تتحجج وتتذمر حقها هواي نعم حقها لازم تكفيها نعم صحيح زين هسه معناها انه المرأة تحتاج بس 45 ثانية حتى تقرر اذا تكمل علاقة أو تكمل استمرار العلاقة ويا شخص أو لا. حقيقة أم خرافة؟ أريد جواب نهائي. شلون؟ حقيقة أم خرافة؟ جاوبني جواب نهائي. سؤال المرأة تحتاج بس 45 ثانية وتقرر قرارات مصيرية ممكن تقرر إذا هي تكمل علاقة ويا هذا الشخص أو لا فقط ب 45 ثانية بس. حقيقة أم خرافة؟ 45 ثانية؟ إي إي إي
ماكو بشر راية بخمسة وأربعين ثانية. قل لي حقيقة أم خرافة؟ أنت جاوبتني، غيرت جوابك وثبت عليه. نعم حقيقة. جواب نهائي؟ أي نعم. جواب نهائي؟ قولها قولها وما عليك. والف الف مبروك لك، جوابك صح. بس يعني قولي ايه الله يخليك. شكرا لاتصالك، بس انت تخيل الموضوع، يعني انه المرأة تحتاج بس 45 ثانية مستحيل حتى تقرر. لا ممكن، اني ممكن باقل، اني ممكن بعشرين ثانية اقرر قرارات مصيرية. أي بالتالي هذا كله يتبع العقل الباطن للمرأة، ويتبع تفاصيل المرأة، حالتها النفسية، فممكن ب 45 ثانية كلش كافية انه هي تقرر قرار كامل. والله بعد ما اعرف هاي وجهة نظرك. خلاص يمك الاتصال. ويانا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شلونك نبي؟ انا بخير الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله، رمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم علينا وعليكم أجمعين. نبأ. نعم. شلون أجواء رمضان ياكم؟ زين الحمد لله. شكلتوا اليوم؟ والله دوما وشربة. في العافية. صحة وعافية، صحة وعافية. الله يعافيك. نبأ شنو رأيك أسألك منه لو نروح للدوراق؟ كيف طبعاً؟ أنت اختاري. روح للدوراق شوية. يلا للدورة. يلا للدورة. أيدتني. مشتاق لك هاني. أسحبوني. إيه يلا أنتي. يلا أنا راح أسحبه هو يسألك السؤال. إيه يلا. صارت لي جفة. هاي كل هذا تطلع ورقة. يا الله. خل أقرأ السؤال وهو يسألك إياه. نعم. سؤال سهل. نبأ. نعم. شنو الشيء اللي قدامك بس ما تشوفي؟ شيء قدامك بس ما تشوفي، كليتنا مو بس انتي. والله انا شوية صغيرة بالعمر يعني. كمان ايش قد عمرك؟ 13. 13 سنة؟ اي نعم. اها راح اقرب لك بالعكس، وهذا يفيدك السؤال. انتي هسه 13 سنة، شنو الشيء اللي ما تشوفيه لحد الان؟ بعد عمر طب الله عليك. شوف السؤال. 13 سنة وعقلك يا زنبلت. ألف ألف مبروك إلي جوابك. ألف مبروك عليك يا نبي. ما لا اليوم يعني 13 سنة هي كانت مترددة أنا وخايفة. إي بس جوابها صح. أنا من وجهة نظري أنه العقل ما يحكم عمر. أبداً ما له علاقة. يعني العقلية والثقافة هذه ما يحكمها عمر نهائياً. أبداً هذه وجهة نظر يعني كلش صحيحة، وأني هم أحياناً نلقى أشخاص هواي 50 و60 سنة بس ما متوازن ما مرتكز. والله تدرين أنا مرات يعني آخذ آراء اللي أصغر مني أستفاد صح. منهم مو غلط ناخذ اتصال. ناخذ هيفاء من بغداد. يا أهلا وسهلا بك يا هيفاء ورمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. ألو. يا أهلا وسهلا بك. رمضان كريم. الله, الله أكرم, أكرم. بس أريد أشارك في الحقيقة أو خراف بعيوني. والسؤال يمي هيفاء، أنت متزوجة؟ أي متزوجة. عندك أولاد؟ أي نعم. تمام. اليوم أسئلتها كلها أسرية. أسرية تمام. هيفاء عندك يعني أكبر ولد عندك أو بنت شقد عمره أو عمرها؟ أكبر. أكبر. أكبر بنت. أكبر ابنية عمرها 14 سنة. 14 سنة، معناها السؤال اللي راح أسألك إياه المفروض تجاوبيني عليه صح بدون نقاش. يا الله. تمام. يا. الطفل يسأل 437 سؤال باليوم الواحد بعمر الأربع سنوات، حقيقة أم خرافة؟ أنت ده تشوفينه؟ إيه أشوفك. أوكي. الطفل سمع السؤال وركزي وياي. الطفل يسأل حقيقة يسأل حقيقة. زين انت ابنك او بنتك كانت تسأل هواية يا غشاش؟ ما سمعت. اقول لك ايه واضح، انت بنتك كانت تسأل هواية، يعني من النوع اللي تحب تسأل وتستفسر هواية؟ والله هواية اكثر من اللازم. يعني ممكن تكون متجاوزة ال 437؟ اكيد والله هواية اكثر يسألون صح؟ ايه حقيقة، هو جواب حقيقة. جواب نهائي؟ ايه
مصطفى راح يقول لك اذا جاب صح ام خطا. لك اختصرها عليك. كان ما سمعت. اختصرها عليك. الو اختصر عليك، اختصر الموضوع كله عليك. اي والله يا ريت. تؤمرين وتدللين علينا والف مبروك. الف الف مبروك على جوابك صح. فعلا الطفل هذا ليش؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا وين؟ شو وقت؟ هاي شنو؟ وين رايحة؟ شو وقت ترجعين؟ اروح وياكم؟ صح الطفل هواي يسأل. صح. بالتالي هاي جهالي هواي يسألوني. اه ما شاء الله الله يخليهم لك. تمام ويانا اتصال؟ ويانا اتصال؟ فقدنا الاتصال اليوم، الشبكات كلش شبكات كلش تعبانه للاسف يعني. بس نرجع ونذكركم واكو يعني معلومه ونقطه كلش مهمه، خليكم ملتزمين بالاجراءات الوقائيه ضد فيروس كورونا حتى نتجاوز هذه الفتره، وحتى ان شاء الله نكون احنا بنهايه شهر رمضان المبارك قاضين على كل هذا الفيروس وكل الحالات اللي موجوده عندنا بكل محافظات العراق. مدريتي شنو؟ مو اجا شاكر. اهلا وسهلا بك. قولي لي الو. يلا يا الو. عليكم السلام. رمضان كريم وعليكم على الشعب العراقي. الله اكرم. شاكر صديق البرنامج. حبيبي الغالي مفاطر شلونك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ سلام بك. الله يسلمك الله يبارك فيك. يطول عمرك. الله يسلمك. شاكر تريد حقيقه ام خرافه؟ لو تريد من الدورق. دورق اليوم. يلا. والله اريد شيء يعني ملامس لوضعنا ومجتمعنا. ممكن يعني اشوف له شيء منه حلو. يلا. لا خطيه هذا السؤال. سؤال صعب كل الصعب. لا لا شو اشوفه؟ شوفي لا يقول سؤال. شوفوا انا ما اعطيكم اسئله صعبه. نعم. ماكو صعوبه، ماكو صعوبه. سيلي انا راح اسالك السؤال. الله بس تدري اذا منطيتني نص. شاكر. نعم. شاكر ركز وياي، عندك اصدقاء مقربين؟ أنا ما عندي اصدقاء يعني هالمقربين. شاكر عندك شاكر أخوان؟ أنا مو صديقك لعد. دوقف. نعم نعم عندي جهاز. لا اخوان. اخوان عندك؟ اخواني عندي. عندك اخوان؟ نعم. العلاقه طيبه بيناتكم ان شاء الله؟ هسه نعم. هسه هو عنده اخوان اصدقاء ما عندك مقربين؟ راح يصير مصطفى صديقك. لا بس الجيران هيك. لا انا ورا هذا السؤال راح اصير صديقك، ما لك علاقه. ورا هذا السؤال اي راح يصير. محيي اصلك. تسلم. الله يسلمك. شاكر اذا ينطوك مليون دولار ولازم تصرفها بيوم واحد وتنطي نص منها لصديقك، شو تسوي بيها والمن تنطيها؟ دولار صح منها نصها صديقي. ممكن الصديق كيفك الا تنطيه او اخ تنطيها ولازم تصرفها بيوم واحد. يوم نعم. واحد المن من هذا الشخص وش تسوي بهن؟ والله سؤال صعب. يلا يلا. اول شيء اريد اسم المن تنطي نص منها، نص المليون دولار 500,000. انا عندي كوم اخوان اذا اعطي على دفتر دفتر راحت كلها. دفتر دفتر ده اقول لك مليون دولار صدق كبير. يعني انا دفتر. دفتر تنطي لاخوانك دفتر دفتر. اي اي نعم يسوي يعني دو. يعني تطلع تقريبا 100 دفتر. لحظه لحظه انا اريد تنطيني نص المليون دولار، تنطيني اسم واحد من اخوانك. يعني هو حياخذ 100 دفتر. اي 100 دفتر عزيت على كل واحد من دفتر دفتر. ركز وياي. لا لا انا اريد جواب متكامل. كل واحد يقعد 9 دفاتر تقريبا. 9 دفاتر قسمها. ركز وياي اريد اسم واحد من اخوانك تعطيه نص مليون دولار، اسم واحد. خلينا نقبض العيطه. هو انا اريد اقبض العيطه بيناتكم. شوفي انت تسوي مشاكل بيناتكم. يلا يلا انطيني اسم واحد. اختصرها وقول اعطيها لمصطفى، ما لك علاقه وارجعك اياها بعدين. لا 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 ابدا. اسم واحد من اخوانك. اسم واحد من اخواني اعطيها لاخوي ابو عهد. اخوك ابو عهد. متاكد؟ نعم. يعني ما تنطيها لغير واحد؟ يلا اوكي زين. بس دز لي ارقام اخوتك دقولهم. اي والنص والنص. بس انا البرنامج يزعل. اي لا مشكلة. زين والنص مليون دولار شو تسوي بيه بيوم واحد؟ لازم تصرفها. هذا لازم تعرف كل ورقة وين راح تصرفها. اريد اعرف النص مليون دولار الباقي شو راح تسوي بيه ولازم تصرفه بيوم واحد.
والله لا يعني اسوي ايش اسمه يعني اوزع على الفقره وهاي يلا خلص بيوم واحد. شلون؟ الا وزع على الفقره. توزعها على اليمن؟ على الفقره، على الفقره، على الناس المحتاجين. يعني حتوزعها على الفقراء؟ نعم. شو تقولين؟ لا ما احكي. يلا وراح اضيف لك الجائزه من عندي لك، ضيفها على هاي المليون دولار. بس هو راح يرجع الجائزه علينا، راح ياخذ مليون دولار ويروح. ما ادري راح المليون دولار. مبروك لك. سوي لنا عزيمه بيهن. حياكم الله، حياكم الله. محيي اصلك، تحياتي للعائله الكريمه. ويانا اتصال، ويانا جبار من الانبار، وعندي سؤال بس. شوفي شلون، بس شوفي جبار من الانبار، وزن وقافية. شنو احنا؟ يا اهلا وسهلا بك يا جبار، وتحياتنا لكل اهلنا. تنبيه يا جبار من الانبار. راح جبار. لا موجود جبار. السلام عليكم. عليكم السلام جبار. هلا اسمعك. احنا بنسمعك، شلونك؟ حياكم الله، شلونكم انتم؟ محيي اصلك، رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. حقيقة هلا، صار لها ساعة صيح جبار جبار. بخير الله يسلمك، شلونكم انتم؟ احنا بخير الحمد لله. جبار، تريد سؤال حقيقة أم خرافة لو تريد نروح للدورق؟ اي نعم. تريد الدورق لو تريد حقيقة أم خرافة؟ اي نعم. شنو اللي تريد نسألك، حقيقة أم خرافة لو تروح للدورق؟ لا حقيقة أم خرافة. حقيقة أم خرافة؟ تسأل أنت لو أنا أسأل. خطأي، خلي أسأل أنا. يلا أسأل أنت. أولادي يلا خلي أسأل أنا. ركز وياي. لا حقيقة أم خرافة. ركز وياي. يقول لك يعتبر اللوز، هذا اللوز نوع من أنواع الخوخ، حقيقة أم خرافة؟ شفتني شلون بلعتري؟ جبار. جبار خرافة. ركز، اللوز يعتبر نوع من أنواع الخوخ. خرافة خرافة. بس باوع السؤال. ركز وياي، حقيقة أم خرافة؟ ها شنو؟ يلا. لا خرافة خرافة. متأكد؟ لا حقيقة حقيقة. إلزم خشمك. جواب نهائي؟ أنت جبار. نهائي؟ جواب نهائي؟ جبار. الله يخليك. جبار. جواب نهائي؟ لا. ايه حقيقة ام خرافة؟ لا لك عيني صفقولة. اي والله موتتني. يعني هاي المعلومة انا مش انت عارفها انه اللوز يعتبر نوع من انواع لا لا استفاد من وجودي. هسه انا ابي اسالك سؤال قبل ان اخذ هذا الاتصال. قولي. اذا انطوك مليون دولار لازم تصرفها بيوم واحد، شو تسوي بيها؟ شو اسوي بيها؟ جواب سريع سريع. اريد شيء شيء. راح اخذ الاشياء، يعني اسوي الاشياء اللي احتاجها اللي اريدها. اللي هي يعني ما تعرفين بي، يعني عندي هوس ملابس، ممكن ساعات. مليون دولار؟ لا مو اقول لك الاشياء اللي احتاجها. مليون دولار الاشياء، الاشياء مليون اللي مليون دولار يقول لي اشتري بها ملابس. لا لا مو كلهن، مو كلهن، داخل احتياجاتي المعينه. انا اقول لك يوم واحد، يعني انت اذا تطلع تريد تشتري ملابس وساعات هاي بيوم واحد راح يخلص اليوم، الباقي ينسحب منك. ها بيوم واحد اخذ اشياء والباقي ينسحب مني؟ اخذ نسبه معينه والباقي اسلمه. خل اقول لك الباقي اسلمه بيد والدتي. خل اقول لك، خل اقول لك للامانه، انا اذا يجيني مليون دولار ايش راح اسوي؟ الناس الدايره مداري كلهم ادينهم فلوس، حتى اخذهم بعدين، حتى اخذهم بعدين. هاي اول شغله. هو هذا البلل. هاي شغله، الشغله هو هذا البلل. سمعتوا الشغله الثانيه ايش راح اسوي؟ راح اروح فد اربع شركات مال سيارات او خمسه، اروح اشتري سيارات اتكاتب عليها واطلع. هاي يعني فلوسي باقيه بالشركه مال سيارات، وانا ضامنتها، صار في المليون دولار. حلقه باكر انا راح اشيل لكم قصه والمثل على هذا. حلقه تجاريه هذه. ويانا اتصال رزاز بن صلاح الدين. رزاز مساء الخير. مساء النور. الله اكرم، الله اكرم عليك وعلى كل احبابك بالصحه والسلامه. شعبنا العراقي. شكرا لك نورة. رزاز رزاز رجاء رجاء لا رجاء
رجاج؟ رجاج. شنو معنى اسمك؟ رجاز. ايه؟ معنى الشيء القوة والارتجال بالشعر. ايوه صح. حلو. الرجاز. حلو معنى اسمك. حلو معنى اسمك. تعالي قولي لي شلون هالمعلوماتك، تريدين اسئلك من الحقيقه والخرافه، لو تريدين مصطفى ياخذك من دوره. والله كيفكم، انا اريد مساعدكم شويه وياي. يلا خلاص، بما انه مساعدتنا وياك فخلي السؤال يم مصطفى وهو راح يسالك. ماشي، ما تخافون ان شاء الله ما نقصر وياك. اي ان شاء الله. يا الله. ها رجاز، سهل هذا السؤال والله، سيراد للتركيز. رجاز ماشي وياكم. يلا سمعيني، يقول لك حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول، شنو هذا الشيء؟ والله شويه صعب. حامل غيره ومحمول غيره، نصفه ناشف ونصفه مبلول غيره. تريدين شنو غير هذا الشيء؟ وسووا عليه فيلم. سؤال غيره. اذا ما تصير زحمه اتأمرين وتدللين علينا؟ هذا السؤال راح لا يمر عليه. غير السؤال. اجينا للفضائح. انت شلون لو ظل عندك سؤال احسن. اي والله هاي مالي علاقه. لا خلي اسالها غير شيء. لا اسالها سؤالين ثلاثه. كيفك رجاز؟ وياك. انطيني اسم ثاني عندكم بالعائله هم غريب مثل اسمك. اسم الماز. شنو؟ الماز اختي الكبيره. الماز همال. الماز. ايه. انت اسال. انت عائله مال الدرر. انطيني ايه؟ اسم جدك. هذا السؤال. اسم جدك. هذا السؤال. سؤال جاسم. سؤال دورك هو عباره عن سؤال بس يكشف اسرار العائله. هسه راح اسال السؤال وبهذا السؤال لازم تجاوبين. ماز. شنو الشيء اللي قرصك وما تشوفي؟ قرصني وما تشوفي. لا هو مو حشرة نهائيا. اي والله هذا دا يلعب بينا لعبة من الصبح لحد الفطور. ها شنو الشيء اللي قرصنا؟ هي مو هاي القرصة. لا يقرصنا بس ما نحس بيه. والله ما اعرف شنو. قريبه شوي. انت دا تشوفيني؟ انت فاطره عدل. والله يعني شويه تعبانه. زين الصايم شنو اللي قرصه؟ اي يا الله. اكو احد يمك قال لي زي اشر على حلقه. شنو الخبز لو شنو؟ لا هو الخبز والماي وهذا الاكل. هو شو يسموه كليته؟ الفطور؟ لا ما عندي. لما اني اقول اني هسه كلش الاكل. اي شنو الاكل من نحتاجه؟ شنو نقول احنا؟ شبينه جوعانين يعني. اي هو هذا الجو. الله يعطيك الصحه والعافيه. رجاز مبروك عليك. الجوع كارثه. الجوع اي والله العظيم. طبعا احنا اليوم ويانا اخر اتصال ولازم نسأل سؤال سريع واكيد راح تربح ويانا. ويانا اتصال ونقول الو. محمد من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم. الله اكرم. محمد احنا لازم نسألك السؤال بسرعه كلش قويه لانه ما بقى وقت البرنامج تقريبا راح يخلص، فركز ويانا. راح نسألك سؤال من الدورك وركز، رأسا لازم تجاوبنا ورأسا نعطيك الجائزة ورأسا نختم. رحم الله والديك. يلا والديك. سؤال يلا. يقول لك تسمعه وتشوفه ولا يسمعك ولا يشوفك. نعم تسمعه وتشوفه ولا يسمعك ولا يشوفك. تسمعه وتشوفه وما يسمعك ولا يشوفك. تسمعه وتشوفه ولا يسمعك ولا يشوفك. هسه انت منين تشوفنا؟ هسه احنا وين طالعين؟ يقول لك شيء تسمعه وتشوفه بس هو لا يشوفك ولا يسمعك. المرآة؟ لا. هسه انت وين تشوفنا؟ انت منين تشوفنا بسرعة؟ تلفزيون. ايه تلفزيون مبروك عليك. ألف مليون. ألف مبروك.
طبعا هذا كان اخر اتصال ويانا. صح الوقت كلش داهمنا اليوم، ما حسينا بالوقت وما اخذنا اتصالات هواي بسبب شبكه الاتصالات. ان شاء الله تتصلح يا ربي. وصلنا لختام حلقتنا، وانتظرونا بالحلقات الجايه مسابقات وجوائز واسئله وامثال وقصص كلها اكيد بيها حكمه وبيها رساله، وهوايه اكو احنا عندنا من بللم ومن غيره وغيره ومن دبش هواي عندنا بحياتنا. وصلنا لختام حلقتنا، واكيد كل الشكر والتقدير لازياء سمحه للعبايات. اليوم انا ايضا القفطان من عندهم بالحلقات السابقه، هم كانت عندهم بالاضافه لهذا مجموعه البطل. اكيد البطل أكيد. اللي التجهيزات الرياضيه، وشكرنا واحترامنا لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما قدروا يحصلونا، لكن احنا مستمرين وياكم طيله شهر رمضان المبارك. جوائزنا تنتظركم والاسئله ايضا تنتظركم، واحنا ننتظر منكم الجواب والتركيز فقط على القصه والمثل والاسئله نطرحها عليكم. فبالختام ان شاء الله سحور شهي لكل الصائمين، وانتظرونا باكر بتؤمر تدلل.